احنا غضروف الرقبه انا دايما بعتبره اخطر بكتير جدا من غضروف الظهر. تمام. الضفائر العصبيه كلها اللي بتغذيك والاتزان والعضلات المسؤوله عن الحوض ومسؤوله عن التبول، كل الكلام ده كله بينتهي او بيتدمر مع المشاكل بتاعت الغضروف بتاع الرقبه. الغضروف بتاع الرقبه بقى على حسب شدته بقى، هو مأثر على النيرف روت، يعني مأثر على جذور الاعصاب، ولا مأثر على النخاع نفسه؟ لو مأثر على الجذور بتاع الاعصاب، يعني ايه جذور الاعصاب؟ يعني ادي العمود الفقري اهو، ودي جذور الاعصاب اللي طالع منه، دي الجذور بتاعت الاعصاب اهي. هل هو ضاغط على جذور الاعصاب دي ولا ضاغط على النخاع نفسه؟ النخاع نفسه دي ليها اعراض ودي ليها اعراض. ممتاز. وبلا شك الاعراض السيئه جدا والمدمره النخاع اكتر بكتير جدا من الايه النيرف روت اللي هو طالع من النخاع الشوكي نفسه، او اللي هو جذر العصب، او جذر العصب اللي احنا بنتكلم فيه. فاحنا برضو عاوزين نفهمهم ايه الفرق بين الاثنين، وايه الحل بتاع الضغط على النخاع نفسه. ايوه. غضروف الضغط على النخاع والغضروف اللي ضغط على النيرف روت، جذر العصب، جذر العصب، وده ايه اعراضه وده ايه اعراضه، ده ايه حله وده ايه حله. ممتاز. فبرضه احنا عاوزين برضه نساعدهم، لان الرقبه المها قاتله يعني.